لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئات، هيئة علماء المسلمين تقدم مساعدات للعائلات المتعففة في نينوى. في صحيفة المدى، البرلمان يعول على إقالة مجلس نينوى والتفرد بالمرعيد رداً على تجاهله. في الزمان، قانون الانتخابات يتضمن تعديلات بشأن اختيار المحافظين وحل المجالس. في القدس العربية، التحالف الدولي يرفع حالة التأهب إثر تهديدات وشيكة في العراق. في صحيفة الحياة السعودية، الأعمال الإرهابية ضد الخليج تستهدف إمدادات النفط. في العربي الجديد، المجلس العسكري والمعارضة السودانية يقتربان من تشكيل سلطة انتقالية. في العرب اللندنية، جريفيث يدفع نحو تثبيت الانسحاب الأحادي الحوثي من موانئ الحديدة. السلام عليكم. ليس غريبا أن يتسابق زعماء أحزاب الإسلام السياسي الموالين لنظام طهران لنصرته إعلاميا، ففي وقت واحد أطلق نور المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري 3 تصريحات لدعم نظام طهران إعلاميا وسياسيا، وهو يواجه وتيرة متصاعدة من العقوبات الجهنمية مرتبطة بتواجد عسكري مكثف لم تشهده منطقة الخليج منذ 2003. ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن القوى الحاكمة في العراق عاجزة عن تقديم حل ينقذ شعب العراق ويجنبه المزيد من الكوارث وتبعات سياسات نظام طهران التوسعية في المنطقة. المالكي ظهر دبلوماسيا أكثر من غيره، لكن عمار الحكيم خرج عن اعتداله ووسطيته إلى التهديد بعدم الوقوف مكتوف اليدين إذا ما تهددت مصالحه وأمنه. أما هادي العامري رئيس منظمة بدر التي ولدت في إيران، فكان أكثر تعبيرا في التصدي للولايات المتحدة وفي ولائه وامتنانه لرفيق دربه الجنرال قاسم سليماني. والأكثر غرابة هو أن هذه القوى والزعامات رغم حرج الظروف الحالية وتصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران لم تتمكن من التخلص من حالة الولاء العقائدي إلى تدابير سياسية تستعين بها حكومة عادل عبد المهدي لوضع حلول تحفظ أمن العراق، بل تركته في حيرته بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني. نظرية الحرب بالنيابة سقطت حينما اعتبرت واشنطن أي تحرش لفصائل مسلحة داخل العراق بكونه اعتداء من إيران. القضية بكل بساطة هي أن هدف استراتيجية ترامب تغيير سلوك نظام طهران وليس إسقاط نظامه، ومن بين فقرات هذا البرنامج الذي دخل مرحلة التنفيذ هو تفكيك النفوذ الإيراني في العراق بشكل تدريجي، وهو خيار يبدو أفضل لها من المواجهة العسكرية مع أدوات إيران في العراق، لأن تلك المواجهة ستتسبب بانهيار الاستقرار الهش الموجود في هذا البلد. الكاتب يقول إن أوراق الخريف الإيراني تتساقط، وما على النظام سوى الاعتراف الذي ربما يكون متأخراً. وهنا نقول للزعامات السياسية الصديقة لطهران في العراق، لماذا لا تتحدثون مع أصدقائكم وتطلبون منهم تعديل سياسات والانسحاب والعودة إلى بلدهم وترك العراق؟ لكن هناك من يجيب: إن تخلى النظام الإيراني عن هذه الاستراتيجية المهلكة فإنه سيصبح نظاما آخر. اعتقدت طهران التي احترفت اصطياد الفرص كل صباح في 4 عواصم عربية، اعتقدت أن بإمكان عقارب ساعتها أن تسير عكس الزمن، وأن النهار لن يبلغ منتصفه إلا وقد أكملت سيطرتها على ما تريد. إلا أنها اكتشفت متأخرة أن الزمن مهما تأخر فإنه يسير في اتجاه واحد نحو منتصف النهار. مصطفى فحص يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن إدارة ترامب على ما يبدو قد قررت إعادة تحديد الأحجام ورسم الأدوار من جديد في منطقة اعتاد بعض محترفي الصيد فيها أن يخطئوا في اختيار أهدافهم
وفي تقدير أحجامهم. باعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني فإن بلاده تواجه حالياً واحداً من أصعب الظروف التي مرت بتاريخ الثورة الإيرانية، كما أن تطرق روحاني في هذه اللحظة الحاسمة إلى الوحدة الداخلية يظهر إلى العلن أن التباينات ليست فقط بين مراكز صنع القرار في كيفية التعاطي مع التهديدات الأمريكية، بل ما بين الشعب والنظام. طهران التي فشلت خارجياً في إقناع أصدقائها الأوروبيين بمساعدتها على تصدير نفطها راهنت على استغلال التباينات الأوروبية الأمريكية لصالحها، واعتقدت أنها قادرة على جر أوروبا إلى اتخاذ موقف خارج سياق العلاقات التاريخية بين واشنطن والعواصم الأوروبية. فالنظام الذي لجأ إلى اختيار لعبة الثنائيات السياسية في التعامل مع أزماته السياسية عبر إعلان موقفه الرسمي لا حرب لا مفاوضات، وصل إلى حائط مسدود بعد أن ردت عليه الولايات المتحدة بمزيد من الحشود العسكرية. وترافق ذلك مع إعلان النتائج المبدئية للتحقيق الدولي حول الاعتداء على 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تشير إلى تورط طهران التي على ما يبدو أنها لم تقتنع بأن المناورة عبر أساليب تكتيكية مع خصم يلوح برد استراتيجي رادع سيتسبب برد لا يحمد عقباه. الكاتب يقول إن طهران باتت تعلم أن ظلها في العراق قد تقلص، كما أن حاضنتها في لبنان غير مستعدة لتحمل أعباء مواجهة تعيد إلى ذاكرة اللبنانيين مأساة حرب 2006، فيما جماعة الحوثي ستفقد القدرة على المبادرة في حال تعرضت لضربة عقابية أمريكية، وعليه لن تستطيع طهران هذه المرة الخروج إلى الصيد مستخدمة أدواتها المعتادة بعدما قرر صيادون آخرون تغيير قواعد المواجهة. تناولت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية الملف الإيراني والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الخليج العربي، ونشرت الصحيفة تقريرا لكبير مراسليها الدوليين رولاند أوليفانت، تناول فيه ملف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعنوان ترامب جاهز لنشر قوات في الخليج لمواجهة إيران. يقول الكاتب إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذب التقارير الإخبارية التي ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعدت خططاً لنشر 120 ألف جندي أمريكي في منطقة الخليج لدعم القوات الأمريكية هناك في حال وقوع مواجهات مع إيران، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار إذا اضطرت الولايات المتحدة إليه. ويوضح الكاتب أن تصريحات ترامب جاءت نفياً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت فيه إن مسؤولي البنتاغون يخططون لنشر 120 ألف جندي في منطقة الخليج بشكل عاجل، لكنه على الرغم من نفيه أكد أنه سيرسل أكثر من هذا العدد بكثير لو دعت الحاجة. وأشار الكاتب إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن المسؤولين الأمريكيين لا يسعون أساساً إلى شن حرب مع إيران، لكنهم قالوا إن هناك خطراً متزايداً من هجوم الحلفاء الإيرانيين في جميع أنحاء المنطقة. ولفت الكاتب إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية والعسكرية في الخليج العربي بعد أن هاجمت جماعة الحوثي التي تدعمها إيران خط أنابيب للنفط في السعودية بعد يومين من الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في سواحل الإمارات. ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا لم يتهموا إيران بشكل علني بالمسؤولية عن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن في الخليج، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لوسائل إعلام إن هيئات الأمن القومي أوضحت أن إيران مسؤولة عن الهجوم إما بنفسها أو عبر وكلائها. في العادة لا يحطم الخلاف على منصب محافظ مدينة لا يحطم التحالفات السياسية العراقية التي شيدت على أساس صفقات أكبر بكثير من منصب محافظ،
لكن ذلك حصل أخيرا مع تفجر الصراع بين القوى العراقية حول منصب محافظ نينوى بعد إقالة محافظها السابق وصدور أوامر اعتقال بحقه، وكان الأمر كفيلا بشق تحالف المحور وانطلاق الاتهامات المتبادلة ببيع المناصب والمدينة. هذا ما أشار إليه مشرق عباس في صحيفة الحياة. ليس الأمر أن ثمة اعتراضاً على محافظ نينوى الجديد بحد ذاته، فالأسماء لا تشكل أهمية كبيرة في هذا المجال، بل إن المشكلة تكمن في التعهدات والاتفاقات التي مررت بتمريره والقوى التي وقفت خلف تنصيبه والأثمان التي تنتظرها من هذا التنصيب. ولكن كيف لمحافظ مدينة محطمة ما زالت تعاني آثار الحرب، فيما نصف سكانها ما زالوا خارجها مهاجرين ولاجئين، أن يزلزل العملية السياسية العراقية برمتها؟ ليس على صعيد التوازنات السنية فقط، بل جوهر صفقات تشكيل الحكومة العراقية والتحالفات التي شيدت على أساسها. الجواب نعم، بإمكانه أن يفعل ذلك، ليس لأن الموصل التي لم تمنح ربع موازنتها ولم تمد لها اليد لتضميد جراحها تمتلك عرشاً من السلطة والنفوذ، بل لأن خرائبها وآهات أطفالها وحسرات سكانها الذين لم تغادر رائحة البارود أرواحهم هي الفرصة المؤاتية الدائمة لتعظيم موارد الشركات الحزبية العراقية. وعندما تكون الموصل صيداً، فمن المبرر أن تتجه القوى ليس إلى تحطيم توازناتها المصلحية في الحكومة، بل إلى التهديد بتغيير رئيس البرلمان المعترض، وإلى تدخل قوى شيعية وكردية وسنية من خارج الموصل في تحديد مصيرها. الكاتب يرى أن منع أهالي الموصل من ممارسة أبسط حقوقهم بتحديد محافظ لمدينتهم، وأن يتم التلاعب بمصائرهم وتحويل قضية إعمار منازلهم إلى صراع سياسي وحزبي بدلالات إقليمية ودولية، فذلك جوهر الفساد الذي يطالب الجميع بمكافحته. عجت وسائل الإعلام بما اقترفته النائبة في البرلمان العراقي هيفاء الأمين في ندوة ببيروت، معبرة بلفظة التخلف عما يعانيه جنوب العراق كونها نائبة عن تلك المنطقة وتحاول المساهمة في رفع مستوى من تمثلهم. رشيد الخيون يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن صدور المغلة بالحقد على كل من يحاول التخفيف من الجهل لم تفهم من مفردة التخلف غير الإهانة. رميت قولة التخلف كتهمة ضد النائبة وحزبها، بينما من يطلب الدليل على وجود التخلف كمثل طالب الدليل على وجود الشمس في رابعة النهار. لكن الناقمين صعدوا الأمر إلى حضارتي السومريين والبابليين، وكأنهم صدقوا أنهم بسلوكهم هذا يرتقون إلى تلك الحضارتين بلا انقطاع. لو سئل الذين هجموا على مقر حزب الأمين وسط مدينة الناصرية سينطبق عليهم قول الوزير الجراح: لا عارف الاشتراكية ولا الماركسية ولا معنى الإلحاد. إلا أن ما يلام عليه الحزب الشيوعي أنه صدق بالديمقراطية وسط حطام الدولة العراقية. كيف تعترف تلك القوى بمن يريد الاعتداء على التخلف وهو عماد شعبيتها؟ تعتبر الأحزاب الإسلامية الجهل مجداً ومكسباً مسنودة بالقيم العشائرية المدعومة بالتقليد الديني والمنبر الديني طغى على المدرسة، فالممارسات الهابطة غدت جزءاً من التربية والتعليم. لذا لا تمتنع القوى الدينية من رمي تهمة الإلحاد على من يسعى لاختراق جدار التخلف بقانون أو ثقافة. يصبح كل مدني في عرفها ملحدا يجوز قتله، ولو كانت هيفاء الأمين أمام المهاجمين لقتلوها ثم يبثون الحق بقتلها بالاعتداء على المقدسات مثل ما حصل مع الأديب علاء مجذوب. ويقول الكاتب: إنما تحت العمائم المسلحة ليست معارف لها صلات بحاجات الناس، فعندما يصبح الجهل مجدا ومكسبا من قبل متنفذين في السياسة والدين تسقط كل الاعتبارات ولا أفق نجاة يلوح.
تمر اليوم الذكرى 71 لنكبة فلسطين، الحدث الذي هز الأمة العربية إثر اقتطاع جزء غال من جسدها لصالح عدو استخدم كل الأساليب لاحتلال الأرض وطرد أهلها منها. الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إن النكبة شكلت واحدة من المحطات السوداء في تاريخ فلسطين الحديث، إذ كان احتلال فلسطين في 15 من أيار عام 1948 بمثابة عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه. مثل يوم النكبة ترجمة لسنوات طويلة من المؤامرات والمخططات الصهيونية والبريطانية لطرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة الدولة اليهودية عليها، وكان اليوم الأكثر دموية بعدما قتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتم توزيعهم على مخيمات اللجوء حول العالم. لقد شكلت نكبة 48 غصة في الحلقة، إلا أن المواقف العربية والدولية التي تلت تأسيس دولة الاحتلال ساهمت في إبقاء هذه الغصة قائمة حتى اليوم. ذلك أن المجتمع الدولي عجز عن حماية حقوق أصحاب الأرض، خاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال في مصادرة مزيد من الأراضي عبر بناء المستوطنات التي صارت تزحف إلى كل بقعة في فلسطين وتحاصر سكانها بل وتقتلهم. واليوم ومع حلول الذكرى 71 للنكبة تبدو التحديات أمام الفلسطينيين أكبر، خاصة مع الرؤية الأمريكية للحل، وقد تعودنا أن تنحاز الولايات المتحدة إلى حل يناسب طموح وأهداف إسرائيل ويحقق حلمها في ترسيخها دولة قائدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تعمل واشنطن على تحقيقه من خلال تحركاتها السياسية، خاصة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي يعد أكثر رؤساء الولايات المتحدة وضوحاً في دعم إسرائيل وتثبيت موقعها في المنطقة. إن تقديم صفقة القرن التي تروج لها الولايات المتحدة للمصلحة الإسرائيلية على المصلحة الفلسطينية يعني أننا نواجه نكبة ثانية يتوقع أن تكون مزلزلة أكثر من الأولى التي شهدتها المنطقة قبل 71 عاماً. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات عزمها ربط طرازاتها الجديدة بإشارات المرور في مدينة أنغولشتات جنوب ألمانيا بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، وتتيح خدمة مشاركة المعلومات للسائقين تحسين سرعتهم للوصول إلى إشارات المرور الخضراء التالية في الوقت المناسب مع مراعاة الحد الأقصى للسرعة، ما يتيح اللحاق بأكبر عدد ممكن من الإشارات الخضراء. وتتيح الشركة هذه الخدمة بالفعل منذ عامين في مدن أمريكية مثل لاس فيغاس ولوس أنجلوس وواشنطن، وفي العاصمة الأمريكية يرتبط نحو 1000 تقاطع بخدمة معلومات إشارات المرور. وبحسب الشركة فإن أعداد الخدمة في ألمانيا أكثر صعوبة بسبب عدم مركزية البنية التحتية لتقنيات إشارات المرور، ومن المنتظر على المدى الطويل أن تساعد الخدمة في سيولة حركة المرور بالمدن وجعل القيادة أكثر تمهلاً. وتعتزم أودي طرح الخدمة في مدن أوروبية أخرى بحلول عام 2020. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.